عمر، انا بقى عايز اسالك سؤال بامانه، انت مقتنع انك ضيف النهارده؟ والله بامانه ابدا، يعني اول مره تتسال؟ اول مره واتسال في حاجات بعيده عن الكوره، فانا مبسوط جدا اول والله. مره كضيف يعني، صح؟ طبعا انا مش مقتنع انك ضيف يعني، بس احساس حلو. ما عندكيش اي حاجه، ما فيش حد بيكلمك، ما فيش ورق، ما عندكش مسؤوليه. مفيش، انا هجاوب وخلاص يعني، انا جاي اجاوب يعني زي ما تيجي تيجي. واول مره تقريبا حد يعمل عندك تقرير برضه، هو البيت الكبير. والله انا كنت مصدق. اعترف يا عمر. طبعا والله، يمكن هم بيكلموني، كان الاستاذ ايهاب الجنيدي بيكلمني في التليفون يقول لي انا بص الزمن، انا الزمن يلف يلف واعمل تقرير عنك بعد ما كنا شغالين مع بعض. زميل يا جماعه، ايهاب الجنيدي زميل. قلت له معلش بقى، يعني حاجه كده من نفسك. لا بس تقرير برضه محترم يعني. انا من ضمن التقرير كده لفت نظري موضوع ريال مدريد. تمام. انك جالك دعوه انك تروح ترايل هناك، وانت صح. كان عمرك كام سنه ساعتها؟ 16 سنه. احكي لنا القصه دي ازاي. والله يا كابتن، انا كنت موجود مع يمكن الكابتن دياس سيد، كان هو المدير الفني في الوقت الحالي، او كابتن عادل عبد الرحمن، وكان عندي شويه علاقات كده بايجنت يوناني. يعني الايجنت اليوناني كان بيتفرج عليا على ماتشات كتيره جدا، فاتفاجئت مره بيقول لي لو جالك حاجه في برشلونه تروح؟ فقلت له طبعا اروح. قول له لا مش هروح. فقلت له طبعا اروح. فممكن يكون يعني بيقيس المنتاليتي او بيقيس مدى يعني رغبتي في اللعب، ممكن استعدادك يعني ممكن كمان للسفر. بالظبط، ممكن اكون خايف اقول له لا مثلا يعني. فهو لقيته بعديها بشويه قال لي انا هبعت لك حاجه على الايميل. حضرتك عارف ان من 12 13 سنه او من 15 سنه الايميل والحاجات دي كلها كان لسه حاجات بدائيه شويه كابتن هاني. فاتفاجئت ان هو بيبعت لي ايميل او بيبعت لي فاكس بعرض من ريال مدريد. فانا استغربت جدا وفرحت في نفس الوقت، وما بقتش عارف اعمل ايه. يعني نادي الاهلي موجود فيه، اروح ترايل في ريال مدريد؟ يمكن يا كابتن هاني اول حاجه عملتها رفعت سماعه التليفون على بابا، قلت له يا بابا انا عندي 1 2 3، والنادي الاهلي دلوقتي مش هينفع ان هو يعني امشي غير بالطرق الشرعيه. فاول حاجه بابا عملها راح مكلم الكابتن خطيب في التليفون، اخد منه معايا. نسمع دي بقى من كابتن ربيع. اول ما سمعت كده كابتن ربيع، ابنك عنده 16 سنه وجاله عرض من ريال مدريد. هو طبعا عمر طول عمره بيعتمد على ثم نفسه، يعني دي حقيقه مشواره كلاعب ومشواره كاعلام. يعني انا احب احترام جدا واحب الانتماء، وكنت طول عمرنا اسره بننتمي للنادي الاهلي، كان كبير جدا. فطبعا عمر، انا كنت مشغول في القسم الثاني بس 10 سنين هو عمر الفتره اللي قلت له دايما عن طريق النادي الاهلي، حتى لو جالك مين اطلب المسؤولين واقول لهم انا جاي لي كذا كذا، اوعى تخرج ولا تعمل زي غيرك يا عمر ابدا مهما يحصل، حتى لو بطلت كوره. ففعلا انا طلبت كابتن الخطيب ورحت قابلته في نادي، كان نادي الرحاب، وقعدت معاه. قال لي يا ربيع، قلت له حاضر خلاص، امتثل يا عمر، امتثل للنادي الاهلي، شوف القرارات ايه وشوف الاداره عاوزه ايه. بس ده كان مشوار عمر يعني. كانت الاداره عايزه ايه كابتن ربيع؟ الاداره كانت تقريبا عاوزه فاكس من النادي للنادي تقريبا، خطاب رسمي يعني، رسمي تمام، مش من النادي للاعب. يعني كابتن هاني جاي له دعوه باسمه هو. وانا كابتن هاني محتفظ يعني، محتفظ بالفاكس ده. يمكن لعيبه كتير تطلع تتكلم تقول انا جالي عرض من كذا، جالي ترايل من كذا، لكن ده يا كابتن هاني انا ورقه بعتز بيها جدا في حياتي. فاكس ريال مدريد، اسمي محطوط ترايل مع ريال مدريد سي اللي هو كان نفس السن بتاعي. فانا كابتن يعني قدر الله مش عارف، بس انا طبعا ما ينفعش كنت اعمل اي حاجه من غير ما ارجع للنادي الاهلي. ده طبيعي، وده اولاد النادي. يمكن دلوقتي الموضوع اللي بنحكيه دوت برضو بندي امثال الاولاد الصغيرين. صح. ان في وقت من الاوقات لو حد تاني اعتقد غير الكابتن ربيع ياسين ابنه جاي له دعوه لريال مدريد بدون كلام، كان هيقطع له تذكره الطياره وروح. لكن كابتن ربيع ياسين عارف الكيان اللي انت فيه، وحاسس وعارف انك مش يعني انت في كيان كبير جدا، وان الكيان دوت كان ليه طبعا فضل بعد ربنا على الكابتن ربيع. فلازم ما نخرجش عن الاطار دوت. ده بيتنا الكبير طبعا، مفيش كلام يا كابتن هاني. انا كنت بتابعه، بس حظه ان انا الفتره بتاعته كنت بشتغل في مسافر ممتاز بيها 10 سنين بسافر بقى على طول. فحتى يعني كان في اوقات كتيره جدا في اجازاتي اروح مثلا اتابعه في مباراه. يعني فاكر مره لعمر ان انا رحت تابعته وفي مباراه، فلقيته ان هو اتغير المدرب غيره. فخرج. لا لا مش كده، غيره. لا ما اتغيرتش. ماتش الاهلي والمقاولين، فاللي بيلعب عليا كان لعيب مؤذي شويه، فكنت كوره في الثانيه دخلت فيه جامد، فاخدت انذار. فبعد الانذار الكابتن دياس سيد غيرني علشان خاطر ما اخدش الكارت الاحمر، علشان يعني اتغيرت. لا بس انا احكي ليه. انا اتضايقت جدا وسبت الملعب وخرجت.
بعد الكابتن كابتن ده خايف عليك فخرجك خمس دقايق فانا بدل ما اقعد على دكه البدلاء فانا كنت غيران ومتضايق ان انا عايز اكمل ماتش علشان انا مش عايز اسيب الماتش كده فهو كان قاعد بيتفرج طبعا انا مدرب واحنا تعودنا هاني على السلوكيات والاخلاقيات والالتزام طبعا. رحت ناطط من السور تعرف كنت قاعد في المقصور ملعب 4 دفاع ناطط من السور جري ولحقه ورحت جري له انا بص لوحدي كده عشان مش عاوزه حد يمسك عليه فرصه ولا غلط كان ورا الجول مسافه بعيده جدا ناس بصت نزلت نطيت وجريت المسافه دي عشان كلها عشان تلحقه عشان يحترم عشان خفت ان هو يخرج المدرب طبعا والجمهور قاعد وهنتمثل كان كبير فاللي اقصده ان انا كنت بحاول ان اكون في ظهره عمر بس طبعا هو اداني اللي في النصيب يعني هو مش جه عشان الحق والدك فكره لمصلحتك طبعا انا عارف انا بقول عليك عشان بس هو ممكن نفذت عليه فعلا وديته لان ما ينفعش تخرج عمر وتزعل المدرب وتزعل الناس منك وبعدين انت غيرت في مباراه ما فيش مشاكل خالص وانت صغير انت صغير هتعود على كل حاجه انك تبقى موجود وتغير وتقعد على الدكه وبعدين تمتثل للمدير الفني خرجك هو لمصلحتك عشان انذار تاني وعشان مكسب الفريق ودايما احنا شعارنا الاهلي فوق الجميع طبيعي طبيعي يا كابتن ده كلام كبير برضو افتكر انه حضرتك بتوجهه للناشئين ومنتخب الشباب اللي مع حضرتك دلوقتي